أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة لا حول والسلام. ولا قوة إلا بالله، هي كنز من تحت عرش الرحمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة لا والسلام. حول ولا قوة إلا بالله، هي شفاء ل99 داء. اللهم يا ربي، اللهم من سمع هذا النداء يا ربي وأرسله لكل مسلم ومسلمة، من يعرفهم ومن لا يعرفهم، اللهم يا رب اجعل هذا نصرا وفتح عليه. آمين آمين اللهم آمين يا رب اجعل هذا شفاء وعافية عليه. آمين اللهم آمين يا رب افتح له به جميع أبواب الخير. آمين اللهم آمين افتح له به جميع أبواب الرزق. آمين اللهم آمين افتح له به جميع أبواب النصر. آمين اللهم اشفه به آمين مرضاه يا رب العالمين، آمين واحفظهم في أولادهم كافة أجمعين. آمين اللهم يا رب نتبرأ من حولنا وقوتنا، آمين ونلجأ إلى حولك وقوتك، آمين فنقول يا رب يا قوي يا آمين مبين يا عظيم يا أرحم الراحمين. آمين نقول لا حول ولا قوة إلا بك، فأنت آمين السميع العليم. اللهم ارزقنا القوة من عندك، آمين وارزقنا الرحمة من عندك، آمين وارزقنا البركة من عندك، آمين وارزقنا الصحة من عندك، آمين وارزقنا الشفاء من عندك يا آمين رب، لنا ولمن سمعنا يا رب العالمين، آمين يا آمين رب ولمن نشر هذا الأوديو رحمة، آمين رحمة فيك ومغفرة منك يا رب العالمين. آمين فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا حول حول ولا ولا قوة قوة إلا إلا بالله، بالله. لا حول. إذا أعجبتك فانشرها، وإذا لم تعجبك فمر كأنك لم تر شيئا. تنشر الأغاني وتستحي من نشر القرآن. يا رب من يرسلها ارزقه من حيث لا يحتسب.